عمان، اسمك من ذهب في سيرة أمجاد العرب، واليوم نتحدث عن أمجاد شرطة عمان السلطانية، حلقة شرطية إن صح التعبير خصصناها لنحتفي بالخامس من يناير، وهو يوم شرطة عمان السلطانية من خلال استوديو برنامجكم من عمان، وضيفنا القادم بإذن الله في الدقائق القادمة في من حلقة الليلة برنامجكم من عمان، بالإضافة إلى ربط من ولاية نزوة من أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة. مشاهدينا، تحتفي شرطة عمان السلطانية في هذا العام وسط إنجازات ملموسة في مجالات العمل الشرطي المختلفة. نتحدث الليلة، نقربكم من أدوار شرطة عمان السلطانية وهذه الإنجازات من خلال محطات متنوعة، سواء كان أيضا هناك تقرير منفصل عن شرطة عمان السلطانية، بالإضافة إلى محطة حوارية وزميل وهو شرطي أيضا سينضم معنا من الأكاديمية، أكاديمية شرطة عمان السلطانية أو أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة من ولاية نزوة، الرائد طارق بن عوض الشنفري. مساء الخير الرائد طارق، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة يومكم السنوي. مساء الخير أختي بيان، ومساء الخير على كل المشاهدين، ويوم نقول وطني، يوم شرطي، وشرطة عمان السلطانية بيان احتفلت اليوم طبعا بهذه المناسبة السنوية، هذه المناسبة التاريخية. بكل تأكيد اليوم يسجل تاريخ جديد لشرطة عمان السلطانية في عهدها المتجدد بيان. كما ذكرت في حديثي، خصصنا هذه الحلقة الليلة لنحتفي بشرطة عمان السلطانية ونلفت المشاهد الكريم إلى أيضا مشاهد وطنية مختلفة صنعها رجال شرطة عمان السلطانية. إليك في أولى المحطات مع ضيفك الكريم، بعدها عودة، فإليك كاميرا برنامج من عمان صورة وصوتا. شكرا لك بيان، وهذا ليس بجديد على الزملاء والإخوان في وزارة الإعلام، دائما حاضرين في كل هذه المناسبات الوطنية. معكم مشاهدينا الكرام أقترب أكثر للحديث عن هذا اليوم، هذا اليوم السنوي، وأيضا الرعاية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. نقول لشرطة عمان السلطانية عامة وإلى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة خاصة في هذا اليوم، يومها السنوي. للحديث أكثر نتشرف بدعوة المقدم زايد بن حمد الجنيبي، مدير كلية الشرطة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة. مقدم زايد، كل عام بخير، اليوم عرس بهيج ازدان بالمقدم الميموم لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظ الله ورعاه. حقيقة اليوم مشهد عظيم لاحظنا وشاهدنا وما زلنا في هذه الاحتفالية إلى الآن. لو تعطي المشاهد الكريم من خلال هذا البرنامج من عمان يعني بعض من تفاصيل هذه الاحتفالية. نعم رائد طارق، بداية أود أن أحيي المشاهدين الكرام، وحقيقة اليوم تشرفت شرطة عمان السلطانية بالمقدم الميمون لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. وحقيقة كانت المناسبة بهيجة، حضرها العديد من أصحاب السمو والمعالي وأصحاب السعادة والمكرمين والمشايخ والأعيان في محافظة الداخلية، وحقيقة كان أيضا العرض مشرف وظهر بمستوى يشرف ويليق بمكانة هذه المناسبة العظيمة. المقدم زايد، اليوم طبعا الخريجين اليوم أنتم هكذا كما هو الوطن يفرح بأبنائه، اليوم أنتم هكذا بعد جهد وبعد عمل وبعد تفاني في تقديم المعلومة، عندما نتحدث اليوم شرطة عمان السلطة تعمل بخط متوازي بين الجانب التدريبي سواء كان الرياضي أو التدريب العسكري أو الجانب العلمي الذي أصبح اليوم نقطة مهمة في الاستراتيجية الشرطية، نقول لتأهيل رجل الشرطة هكذا تأهيل ليستطيع أن يواكب كافة التطورات. نعم بلا شك أن التأهيل والتطوير الشرطي يتم وفق رؤية يعني وتخطيط استراتيجي من قبل القيادة العامة للشرطة،
وحقيقة الضابط الخريج من كلية الشرطة روعي في برنامجه أن يعني يلم بمختلف العلوم والقوانين والمعارف اللازمة لأداء لعمله في الواقع العمل الشرطي، والحمد لله أثبتت يعني مخرجات كلية الشرطة كفاءتها في ميدان العمل، والحمد لله أيضا هناك معنا بعض الملتحقين بالدراسة أيضا من الدول الصديقة والشقيقة، ولله الحمد هذه المخرجات اليوم حتى الطابور كان عرض مبهر، وأيضا هذا يدل على يعني الانضباط العالي الذي يتميز به منتسبي هذه الكلية الشامخة. أنت ذكرت المقدم زايد نقطة هناك أيضا مبعوثين من دول خليجية وعربية شقيقة، اليوم كان أيضا هناك وفود تشرفت بها سلطة عمان وشرطة عمان السلطانية وحضور هذا الاحتفال الكبير، كانت هناك أيضا جولة لهؤلاء الضيوف من كليات مختلفة، أكيد هناك انطباع خرجوا به. نعم بلا شك تم توجيه الدعوة لمدراء الأكاديميات والكليات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأيضا شاهدوا لون العرض وكأبدوا يعني إعجابهم بما شاهدوه من عرض كبير، وأيضا هؤلاء الوفود في تبادل زيارات بينهم وبين أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة. أيضا كانت هناك جولة في المباني الجديدة لمرافق كلية الشرطة ومرافق الجديدة في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة. كلمة أخيرة لكم اليوم لخريجينكم، وما هي الدعوات وللقادمين أيضا من التحقوا الآن وتواجدوا أيضا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة؟ نعم في ختام هذا اللقاء أوجه التحية والتهنية لكافة الخريجين وأيضا لذويهم، وحقيقة يعني يجب أن يواكبوا ميدان العمل من خلال الإخلاص والتفاني في أداء عملهم في إطار من الحرص الشديد والالتزام بالقوانين المعمول بها، وأيضا أداء الواجب الشرطي سواء في الجانب الأمني أو في الجانب الخدماتي. المقدم زايد بن حمد الجنيبي مدير كلية الشرطة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، شكرا جزيلا لك وكل عام وانتم بخير. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الكرام كما تابعنا هذا اللقاء مع مدير كلية الشرطة، نقول تستمر شرطة عمان السلطانية في عطائها ويستمر أبنائها حماة الحق في تقديم كل الخدمات سواء الأمنية أو الخدمية. سوف نذهب معكم مشاهدينا الكرام إلى تقرير عن شرطة عمان السلطانية، مسيرة من البناء والتطوير.